بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 151. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. معنا اليوم في هذه الحلقة ما ذكره المؤلف تحت عنوان باب ما يختلف به عدد الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق، أي بيان السبب الذي يختلف به عدد الطلاق، مثل حرية المطلق ورقه. نعم. قال: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا. نعم، الطلاق معتبر بالأزواج حرية ورقا، فإذا كان الزوج المطلق حرا كله أو حرا بعضه، وهو ما يسمى بالمبعض، فإنه يملك ثلاث تطليقات، لقوله سبحانه: طلاق مرتان، إلى قوله تعالى: فإن طلقها، يعني في المرة الثالثة. فدل على أن الحر يملك ثلاث تطليقات. نعم. والعبد اثنتين. والعبد وهو المملوك يملك طلقتين، لأنه على النصف من الحر، وكان القياس أن يملك طلقة واحدة ونصف طلقة، ولكن الطلاق لا يتبعض فيجبر الكسر فيملك طلقتين. نعم. لأن العبد على النصف من الحر. نعم. حرة كانت زوجتاهما أو أمة، يعني الاعتبار بحرية الزوجة أو رقها، لأن الاعتبار بالزوج. فالحر يملك ثلاث طلقات، سواء كانت زوجته حرة أو أمة، والعبد يملك طلقتين سواء كانت زوجته حرة أو أمة. نعم. أحسن الله إليكم. فإذا قال: أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني، وقع ثلاثا بنيتها، وإلا فواحدة. إذا قال لزوجته، إذا قال الحر لزوجته: أنت الطلاق أو أنت طالق، فإنه يقع الطلاق ثلاثا إذا نواه، لأن اللفظ محتمل للواحدة ومحتمل للثلاث. فإذا نوى واحدة أو نوى ثلاثا فله ما نوى، لأن اللفظ صالح لذلك. وإذا لم ينوي عددا فإنها تقع طلقة واحدة. نعم. ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. أما إذا قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثر الطلاق، أو عدد الحصى، فإنه يقع بها ثلاث طلقات، لأن كل الطلاق معناه الثلاث. وكذلك إذا قال عدد الحصى، فالحصى كثير، فلكن يعتبر يحتسب منه ثلاث، كما لو قال: أنت طالق 100 طلقة أو 1000 طلقة،
فإنه يحتسب من ذلك 3 طلقات. وكذلك إذا قال أنت طالق أكثر الطلاق، فإن أكثر الطلاق هو 3. نعم. وإن طلق عضوا، ولو قال نويت واحدة، إذا قال أنت طالق أكثر الطلاق أو كل الطلاق أو عدد الحصى، وقع 3 طلقات ولو نوى واحدة، لأن هذا يخالف نيته، لأن العمل على ما يقتضيه اللفظ. نعم. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما، أو قال نصف طلقة أو جزء من طلقة طلقت. إذا طلق بعض المرأة، كان قال وجهك أو يدك أو فرجك أو غير ذلك من أعضائها المعينة أو المشاعة، المشاعة مثل قوله نصفك أو عشرك، هذا مشاع، جزء مشاع. والمعين مثل لو قال يدك أو رجلك أو غير ذلك من أعضائها، فهذا جزء معين. فإذا طلق بعض المرأة فإنها تطلق كلها، لأن الطلاق لا يتبعض. وكذلك لو بعض الطلقة فقال أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة، فإنها تطلق طلقة واحدة كاملة، ولا تطلق بعض الطلقة، لأن الطلاق لا يتبعض. نعم. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه. أما إذا طلق منها شيئا ينفصل مثل الشعر والسن والظفر، فإنها لا تطلق بهذا، ولا يقال إن هذا جزء منها، كما لو قال يدك طالق، لأن هذا في حكم المنفصل، الشعر والسن والظفر هذا في حكم المنفصل، فلا يلحقها طلاق بذلك. نعم. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره، وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدا يصح. إذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره، فإنه يقع العدد 3. إذا قال أنت طالق 3 مرات، فإنها تطلق 3 طلقات. أما لو قال لغير مدخول بها أنت طالق، فإنها تطلق بالأولى وتبين بها، ولا تلحقها الثانية والثالثة، لأنها بانت بالأولى، حيث لا عدة لها، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إلا إذا نوى في المدخول بها في تكراره الطلاق التأكيد، إذا نوى به التأكيد، قال أردت بالثانية تأكيد الأولى ولم أرد طلقة ثانية، فإنه يقبل منه ذلك، لأن الحال يحتمل هذا، ويرجع في تفسيره إليه. فإذا قال أنا ما أردت تكرار الطلاق، وإنما أردت بذلك تأكيد، وكان هذا التكرار بدون حرف. نعم. قال إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما، أو قال أنا نويت بالتكرار إفهاما، لأنها ما تفهم ولا تدري ماذا أقول، فأنا كررت عليها لأفهمها ولم أرد تكرار الطلاق، فإنه يصدق في ذلك، لأن الأمر محتمل، فيرجع في تفسيره إليه. نعم. وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء، أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة، وقعت 2. أما إذا كرره بحرف، كان قال أنت طالق بل طالق، أو قال أنت طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق فطالق،
فإنها في هذه الأحوال يتكرر الطلاق، لأن العطف للمغايرة، لأن العطف للمغايرة، فالطلقة الثانية غير الأولى لأنها عطفت عليها بحرف العطف، فيتكرر الطلاق ولا يقبل قوله نويت التأكيد أو الإفهام. نعم. أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة. وكذلك إذا قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو قبلها طلقة أو معها طلقة فإنه يتكرر، لأن هذا لا يحتمل التأكيد أو الإفهام بل هو مكرر. نعم. قال وقع اثنتان. نعم. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى. أما إذا قال لها أنت طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق فطالق، أو قال أنت طالق طلقة معها أو قبلها أو بعدها طلقة، فإنها تبين بالأولى لأنها غير مدخول بها، فتكون الثانية لأنها غير مدخول بها فلا عدة عليها، فتكون الثانية جاءت وقد طلقت في الأولى، وقد بانت جاءت وقد بانت في الأولى حيث لا عدة فلا تلحقها. نعم. قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها. نعم. والمعلق كالمنجز في هذا. والطلاق المعلق على شرط كالمنجز، فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق طالق، فهذا يقع بها اثنتان إلا إذا نوى التأكيد أو الإفهام كما سبق، أو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق أو فطالق أو بل طالق، وقع بها اثنتان، وقع بها اثنتان، وهذا في المعلق. أما الأول فهو المنجز. نعم. والمعلق ولو أراد به نهيها أو اليمين. نعم. مثل قوله إن خرجت أو وصلت أهلك فأنت طالق، وهو يريد منعها لا يريد يقع الطلاق. أي المذهب أنه يقع الطلاق ولو صحيح ولو نوى به اليمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل ويصح منه استثناء النصف فأقل. هذا الفصل في الاستثناء في الطلاق، متى يصح ومتى لا يصح، والاستثناء هو إخراج بعض ما دخل في الجملة، هذا هو الاستثناء. نعم. قال ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلقات والمطلقات. هذه القاعدة، أنه يصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلقات أو عدد المطلقات إذا كان له نساء، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة صح الاستثناء ووقعت عليه واحدة لأن هذا النصف، أو قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة صح الاستثناء فتطلق طلقتين، أما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين لم يصح الاستثناء لأنه أكثر من النصف. نعم. قال فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة. نعم، لأن الاستثناء صحيح لأنه استثنى النصف. وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان. وكذلك إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة صح الاستثناء لأنه أقل من النصف فتطلق طلقتين فقط. نعم. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. إذا كان له عدد نساء وقال أنتن طوالق، فإن ظاهر اللفظ أن الطلاق وقع عليهن كلهن، لكن لو قال نويت إلا فلانة فله ما استثنى ويقبل استثناؤه في نيته لأن هذا راجع إليه دون الطلقات، فلو قال أنت طالق ثلاثا ثم قال نويت إلا واحدة بقلبي، فنقول النية في الاستثناء بالطلاق لا تصح لأننا نأخذ باللفظ ولا نأخذ بالنية. نعم. أحسن الله إليكم. وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء.
نعم، إذا قال لنسائه الأربع أربع كن طوالق إلا فلانة صح الاستثناء، لأنه أقل من النصف، لأنه أقل من النصف. نعم. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. اشترطوا في صحة الاستثناء الاتصال بكلامه، فلو قال أنت طالق ثلاثا ثم بعدما سكت قال إلا واحدة لم يصح الاستثناء، لأنه يشترط ألا يسكت حتى يستثني بأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحد. أما لو قال أنت طالق ثلاثا ثم سكت ثم قال إلا واحدة لم ينفعه هذا الاستثناء، لأنه منفصل عن قوله الأول. نعم. فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. نعم، إذا انفصل انفصالا يمكن الكلام دونه بطل، أما إذا كان لا يمكن الكلام كأن سكت لتنفس أو لدفع غصة أو لعطاس ابتدره ولا يمكنه الكلام في هذه الفترة التي بين الاستثناء والمستثنى منه، فإن هذا للعذر، هذا الفاصل للعذر ولا يقطع الكلام. نعم. وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه. نعم، شرط هذا شرط ثاني في صحة الاستثناء، أن ينويه قبل تمام الكلام، ما استثني منه. فلو قال أنت طالق ثلاثا وهو لم ينوي ثم قال إلا واحدة، الكلام متصل لكن النية إنما جاءت في الأخير فلا تقبل حتى تكون من الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. نعم، الطلاق في الزمان الماضي والطلاق في الزمان المستقبل، لأن الوقت على ثلاثة أقسام: ماض وحاضر ومستقبل. نعم. إذا قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. إذا قال أنت طالق أمس أو طالق قبل أن أنكحك، فإن كان قصده من ذلك وقوعه في الحال وقال أمس أو قبل أن أنكحك من باب التأكيد فإنها تطلق بذلك، لأنه أقر بما هو أغلظ في حقه فيؤاخذ به. نعم. وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. نعم، إذا قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك وهو يريد أنها طالق منه بنكاح سابق لا بهذا النكاح الحالي، أو أنها طالق من زوج قبله ولم يرد أنها طالق من نكاحه، فإنه يقبل ذلك منه إذا كان قد طلقها فيما سبق، أو أنها تزوجت قبله وطلقت وقال أنا نويت ذلك الطلاق السابق، فإنه يقبل منه لأنه أدرى بما قصد. نعم. فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. نعم، إذا قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك ثم تعذر عليه البيان بأن مات أو خرس فلا يستطيع الكلام أو أصابه جنون، فإنها لا تطلق، لأن الأصل بقاء النكاح، وهذا الطلاق المسبق يحتاج إلى بيان وتوضيح، والأصل بقاء النكاح وهو لم يبين ولا يستطيع البيان فتبقى على عصمته. نعم. وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، هذا الطلاق في المستقبل،
إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. نعم. قال فقدم قبل مضيه لم تطلق. إذا قدم قبل مضي الشهر من كلامه، يعني قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، وبعد 10 أيام أو نصف شهر أو 20 يوم أو 25 يوم قدم زيد، فإنها لا تطلق لأنه لم يمضي الشهر. نعم. وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. أما إذا قدم زيد بعد شهر وجزء يمكن الطلاق فيه فإنها تطلق لتحقق الشرط. إذن فالأحوال 3، إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فالأحوال 3. الحال الأولى أن يقدم زيد قبل مضي الشهر، فهذا لا طلاق فيه لأنه لم يتحقق الشرط. الحالة الثانية إذا قدم زيد بعد تمام الشهر من غير زيادة، بعد تمام الشهر من غير زيادة، من غير زيادة، فإنها لا تطلق في هذه الحال لأنه لم يمضي زمن بعد الشهر يمكن وقوع الطلاق فيه. الحال الثالث إذا قدم زيد بعد شهر وزيادة يقع فيها الطلاق فإنها تطلق لتحقق الشرط. نعم. أحسن الله إليكم. قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم قدم زيد بعد شهر ويومين وقد خالعها بعدما قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، خالعها ثم قدم زيد بعد شهر ويومين وقع الخلع وبطل الطلاق لأن الطلاق صادفها وهي بائن بالخلع. نعم. قال وعكسهما بعد شهر وساعة. عكسهما بعد إذا قدم زيد بعد شهر وساعة، يعني زمن يقع الطلاق فيه، فإنه يقع الطلاق ويبطل الخلع لأن الخلع لم يصادف محلا. نعم. وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال. إذا قال أنت طالق قبل موتي فإنها تطلق في الحال لأن كلمة قبل تصلح لكل أجزاء الوقت من لفظه إلى وفاته، فتطلق في أول جزء من الوقت. وعكسه لو قال أنت طالق مع موتي أو أنت طالق بعد موتي فإنه لا يقع الطلاق لأنه إذا مات بانت المرأة بينونة الوفاة. إذا قال أنت طالق مع موتي ففي حالة موته بانت المرأة ولم يصادف الطلاق محلا، وكذلك من باب أولى إذا قال أنت طالق بعد موتي لأنها بانت بالموت فلم يصادف الطلاق محلا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قد يقول بعض المستمعين أو قارئ هذه التفصيلات أن هذه افتراضات فقهية قد لا تقع، فما الجواب في نظركم عن هذا؟ نقول وإن كانت افتراضات فقهية فإن المقصود معرفة الحكم لو وقعت، وإذا لم تقع لم يضرنا معرفة هذه الأحكام، فنحن نستعد بها للنوازل بحيث يكون عندنا حلول لهذه النوازل لو وقعت، وإذا لم تقع فالحمد لله ولا يضرنا العلم بالحكم الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.